bidayatan qabla al-bidayah ibtidaan qabla al-ibtida' uhayyikum tahiyyat al islamiyah tahiyyat min 'indillah tahiyyatan wa salamatan arabiyatan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala, ala hubbiz zahra رحم الله لمن رفع الصوت بذكر الصلاة على محمد وآل محمد السلام على البشير النذير السراج المنير الدهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر البهر الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبي إله العالم أبي الكاسم محمد السلام على نور الأنوار وسر الأسرار نعم هم النور النور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر محابة وحي الله مزن علمي ما يمين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يهلك الذر أما بعد أخص منكم بالذكر مجلس تحكيم ورئيسة الجلسة الذين قد أعطاني فرصة نافعة بين أيديكم لألقي كلمتان أو كلمتين تحت العنوان دور الشباب في مقابل عصر الرقمي أيها الحاضرون الأحبة إذا كنا نتكلم عن الشباب لوجدناهم في كثير من المقالات المدونة بل كنا نشاهد بأنفسنا أنهم يقومون بدور هام في تركية الشعوب وتقدمهم نحن أمال الأمة الذين سنجاهد لمستقبل بلادنا الباهر وفي نفس الوقت نحن أيضا أمال الإسلام الذين سنضح أنفسنا لتطبيق تعاليمه في المستقبل، نحن الذين سنكافح لندافئ عن أحكام السلام ونمحونها من تأثير الثقافة الغربية الدامة كما كنا نرجو أن يكونوا أمر عاملين في المستقبل، وكما يزعق دائما شباب اليوم، أمراء الغد وبهذا لا بد لنا أن نهتم بالشباب أيما اهتمام بمعرفة هذه الأمور كلها كنا نعي أن الشباب سيقومون بدور هام في المستقبل فهم رموز النشاط الذي لا ينطفي وفيهم رموز الشجاعة التي لا خوفا وفيهم رموز القوة التي لا ضعف أبدا وعلى هذا الاساس قال سكرنو رئيس جمهوريه اندونيسيا السابق اعطيني عشره الشباب سأزلزل بهم الدنيا بهذا القول كنا نستطيع ان نستنبط ان سكرنو اهتم بالشباب اكثر من اهتمامه بالشيوخ لماذا لأنهم يقومون بدور هامين ولهم قوة هائلة وطاقة عاجبة. أيها الشاب الأحبة قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الآية صدق الله العظيم صدق الله العظيم ولذلك حسن ديننا الإسلام لنكون رؤساء المسلمين إيجابيين مع المجتمع عامة ونسعي بكل جهدنا لتقدم مجتمع المسلمين خاصة ولكن الأسف كنا نشاهد الشباب يتخوزون بأحكام دينهم kama nushahidu aidan annahum la yahtammu nabit tarbiya wa ta'lim la siyaman idha alqayna wa ilal muslimina baladina al fa innahum yataqallakuna bi ahlakis sayyiyah wa yabta'iduna an ta'alimil islam wa yatsba'una saqafatil gharbiya mudillah وكنا لا نستطيع أن نتفكر ونتصور ماذا سيقع في المستقبل إذا كان جميع الشباب لا يهتمون بهذه المسؤولية ويجب علينا أن نعي أن مسؤولية بناء الشعوب ونشر الدين متعلقة بنا وبهذه التأملات كنا على حذر اتجاه الثقافة الغربية الدامة التي ستولون تعاليم الاسلام ايها الحاضرون الاحبه اخرا ادعوكم ان تعدوا جيل الناشئين حتى يستطيعوا في المستقبل ان يبدلوا الشيوخ ويحلوا محلهم وارجو منكم ومن اخوان المسلمين في اي مكان ان يبتعدون من اعمال السيئه ونسال بكل طاقه في التركي كفاءتنا wa maharatina lil mustaqbalina al bahir iktafaitu huna khutbati wa atlub minkumul afwa undur ma kila wala tandur mangkala akhirul kalam summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh